واضح انه في ازمه دبلوماسيه في الطريق او بدات بالفعل ما بين مصر والسعوديه، لان السفاره السعوديه في القاهره اصدرت بيان. البيان فيه قطعيه. السفاره السعوديه بتقول ايه؟ نرجع تاني لمسألة الطبيبين والأحكام اللي ارتقيت أن فيها نوع من التعسف والتشدد، وتحديدا مسألة الجلد وعدد الجلدات. السفارة السعودية قالت وبالنص، قالت وبالنص: الحكم على الطبيبين متوسط القسوة، ويشير أن عقوبة مروجي المخدرات تصل في مصر إلى الأشغال الشاقة المؤبدة والإعدام. والقضاء السعودي قال كلمته. تفهم البيان ده انه مفيش رجوع، وانه في حاله من الشده في الموقف سواء المصري او السعودي. الحقيقه البيان ده طلع من فتره قليله جدا، واعتقد انه هيكون في رد رسمي ربما دبلوماسي هذه المره مش من وزاره القوى العامله. انما نرجع تاني لفكره انه ومن قال ان الاطباء يروجون مخدرات؟ افهم انه ممكن يكون في خطا طبي. تحقيقات اعتقد انها يجب ان تكون واضحه، ويجب ان يطلع عليها الجانب المصري بكاملها. وبعدين انا مش فاهمه يعني اذا كانت عقوبه 1500 جلده دي عقوبه متوسطه، اذا هل من المعقول انه بشر بني ادم ممكن ياخد عقوبه جلد تصل الى 3000 او 4000 جلده؟ ما اعتقدش ان علوم الطب بتقول انه في بشر يتحمل هذا. على العموم ما بين قرار وزاره القوى العامله وما بين بيان السفاره السعوديه يتضح أن المسألة متأزمة وقد تصل إلى أزمة دبلوماسية. الأخبار الأولى كانت أخبار قوية ومن عيار ثقيل، من الممكن أن نذهب إلى دمشق حيث افتتح واختتم مهرجان دمشق السينمائي اللي كان له بهاء خاص هذه الدورة تحديدا، وكان في مجهود كبير جدا وحضور متميز من فنانين عرب وعالميين. أكشن. ليست فقط عاصمة للثقافة العربية بل عاصمة للسينما أيضا، هذا ما أكدت عليه دمشق في افتتاح مهرجانها السينمائي 16. دورة المهرجان هذا العام وصفت بالأهم بسبب المشاركة الكبيرة ل 44 دولة عربية وأجنبية بحوالي 324 فيلما، منها العديد من الأفلام الحائزة على جوائز عالمية في مهرجانات الأوسكار وكان وبرلين وأبوظبي وقرطاج. فضلا عن المستوى الراقي للجان التحكيم برئاسة المخرج الفرنسي العالمي إيف بواسيه، وهو ما أضفى الصفة الدولية على المهرجان وجعله يتحول من مهرجان إقليمي يقام كل عامين إلى مهرجان دولي يقام كل عام. أرحب بكم في هذه الدورة الجديدة لمهرجاننا، والتي تعتبر أول دورة تقام بعد تحوله إلى مهرجان سنوي. ومنذ الافتتاح المبهر للمهرجان وعلى مدار أيامه السينمائية، كانت دمشق محطة لاستقبال وتكريم النجوم، ومنهم عدد كبير من الفنانين المصريين الذين شكلوا أكبر الوفود المشاركة في المهرجان. سعيدة جدا بالتكريم ده، وحاسة بفخر وبأن الفن الجيد بيوصل في كل بلد عربي في كل مكان في العالم، يعني مش لازم اتكرم في بلدي بس. الحقيقه نحن بنحتفي فيه لاسباب عديده، اول شيء بيجمعنا مع اصدقائنا مع النجوم، مع نتبادل فيه التجارب، وان شاء الله كمان بيكون محرك وسبب من اسباب تحريك واقع الانتاج السينمائي السوري. وانا اليوم يمكن اسعد مره بحياتي اني عم بتكرم، خاصه انا وبهذا العمر مع الرواد ومع الاسماء الكبيره، فحاسه بشرف كثير كبير لإلي الحمد لله. افتتاح المهرجان بصراحة كان افتتاح مشرف جدا، مشرف انك كسوريين، مشرف بالنسبة انك كعرب، يعني لانه هذا بالاول وبالاخير كل مهرجان سينمائي باي عاصمة عربية هو بيعكس صورتنا. سعيدة جدا بانضمامي او بكوني في لجنة التحكيم الدولية للافلام الروائية الطويلة، حاسة انه تكريم ليا وحاسة انه مسؤولية كبيرة. اي مهرجان في اي وطن عربي في اي عربي ده اضافة لاي فنان عربي يعني معروف.
رائحة دمشق العتيقة امتزجت بتاريخ السينما، فكلوديا كاردينالي وكاترين دونوف وريتشارد هاريسون وفرانكو نيرو فنانون عالميون احتفت بهم دمشق لتذكر العالم بالسينما في عصرها الذهبي. Think about the Arabic cinema and the Egyptian Hollywood, the Eastern Hollywood. Well, it's very important. I mean, cinema is important everywhere, but they have to do co-production. Then the film is going everywhere, and not only in Egypt, but everywhere. It's important. If you want to make any experience with any of our actors, well, it depends on the script and the director, because I'm very difficult. وعلى مدار 10 أيام يتنافس 19 فيلما ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان، وتشارك مصر بفيلمين هما خلطة فوزية للمخرج مجدي أحمد علي وصياد اليمام للمخرج إسماعيل مراد. وتكريما للراحل يوسف شاهين يعرض مهرجان دمشق 5 أفلام للمخرج الكبير. ولو في يوم راح تنكسر لازم تقوم واقف كمان النخل باصص للسماء للسماء. واختتم أمس مهرجان دمشق فعالياته بمنح 3 جوائز للأفلام الطويلة والقصيرة وجائزة أفضل فيلم عربي، حيث نال الفيلم الروائي التشيكي قوارير مستعادة للمخرج جان سيفيراك الجائزة الذهبية للمهرجان، وحصل الفيلم القبرصي تعليمات على الجائزة الذهبية في مسابقة الأفلام القصيرة. أما جائزة أفضل فيلم عربي فذهبت إلى الفيلم السوري أيام الضجر للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد، وحصلت الفنانة إلهام شاهين على جائزة لجنة التحكيم الخاصة. سحر النجوم، إبهار الأضواء، وإبداع 44 دولة، كلها عناصر زينت عاصمة الثقافة العربية دمشق في افتتاح مهرجانها السينمائي 16، والذي أصبح واحدا من أهم المهرجانات عربيا وعالميا بعد تحوله إلى مهرجان سنوي ومشاركات دولية متزايدة عاما بعد عام. حسام الدين حسين، 10 مساء. أيام ويبدأ مهرجان القاهرة السينمائي أيضا في احتفالية بتهم كل محبي السينما والعاملين في هذه الصناعة التي احتضنتها مصر سنوات طويلة. بعد الفاصل هنكون مع مشكلة القمح المستورد، معانا مجموعة من المسؤولين اللي بيمثلوا جهات رسمية. زي ما قلت في البداية، أصبحت مسألة القمح المستورد من أوكرانيا وروسيا ككرة اللهب، الكل يحاول أن يلقيها على الآخر، والكل يحاول تبرئة نفسه من هذه الفضيحة.